جاء في حديث الشيخ الأزهر لإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوة التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيكم. قول قول الجمهور هذا محل نظر محل عناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور وليس الأمر كذلك، وليس الشيخ الأزهر وحده من قال بهذا بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعت، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية، وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب سد المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون، يعرض على الكتاب والسنة، فقد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب، وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله اجتهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب، ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يعتب بذلك نسأل الله العافية. ومبلغ آخر أفغانستان.